خلينا نشوف ترند الأهلي النهاردة، الكلام على إيه في السوشيال ميديا، وكيف تناولت السوشيال ميديا الحديث عن النادي الأهلي، والحديث لم ولن ينقطع عن النادي الأهلي رغم أن يعني اليومين دول أجازة بالنسبة للفريق الأول تحديدا. لكن هنا الصفحة الرسمية لقناة النادي الأهلي قالت أن 17 نقطة ليحتفظ الأهلي بدرع الدوري للمرة 42 في تاريخه دون النظر لنتائج المنافسين. 17 نقطة، وأنا ضعيف شوية في الحقيقة في الحساب، لكن أعتقد 17 نقطة يعني حوالي 5-6 مباريات يقدر النادي الأهلي بإذن الله يفوز فيهم. 6 ماتشات ب18 نقطة، تمام، يفوز فيهم الأهلي بإذن الله تعالى ويتوج باللقب رقم 42 في تاريخه من حيث بطولات الدوري العام. والأهلي أكيد كل تركيزه على حسم بطولة الدوري دلوقتي. طبعا البطولة ما اتحسمتش، النغمة اللي طالعة والناس بتتكلم على أن الأهلي حسم الدوري، لا، ثقافة الأهلي أن حسم البطولة لما يبقى فارق النقاط ما بينك وبين صاحب المركز الثاني لا يعوض، فبالتالي أنت كده بطل الدوري، فهتفضل تحارب على البطولة وتفضل تشتغل على نفسك عشان تحققها بإذن الله، وكل ما تحققها بدري كل ما يبقى أحسن عشان تتفرغ للتحديات الأخرى اللي بتبقى مهمة. لكن برضو إن شاء الله الموضوع موضوع وقت يعني بالنسبة للفريق عشان يحقق اللقب ده. خلينا نروح للخبر اللي بعده، وزي النهاردة كان تعاقد النادي الأهلي مع مستر ريني فايلر من سنة بالضبط يوم 31/8 تم الإعلان على مستر ريني فايلر كمدير فني لفريق النادي الأهلي. ده من صفحة ماجيكانو على فيسبوك، واللي قالت أن التعاقد مع مدربنا ريني فايلر كان زي اليوم، وفي الحقيقة كان اختيار صائب، والكلام مش مجرد كلام دعم للمدير الفني وخلاص، لا، النتائج كلها والأرقام هي اللي بتقول كده. عشان نقرب من الأرقام بشكل أكبر نشوف الخبر اللي بعده، وتحديدا من فيل جول، واللي بيتكلموا على أن فايلر صاحب بصمة فنية مع الفريق. ده طبعا الصفحة الرسمية لفيل جول على تويتر أو على انستجرام تحديدا، واللي قالوا ان هو عنده شخصيه قويه ويميل للاستقرار، صاحب طموح متجدد وقادر على تحقيق امال النادي وجماهيره محليا وقاريا. كانت هذه الاسباب التي اعلنتها لجنه التخطيط في الاهلي بعد التعاقد مع ريني فايلر المدير الفني للفريق، والذي يمر اليوم عاما كاملا على تواليه قياده الكتيبه الحمراء. تعالى بقى نبص مع بعض كده على الارقام. هو في يعني عدد مباريات مش كتير بسبب طبعا جائحه كورونا وفتره التوقف بالنسبه للنشاط، لكن هو لعب 35 مباراه رسميه مع النادي الاهلي، قدر ان هو يفوز في كام؟ في 27 مباراه، وهزيمه 3 مباريات فقط لا غير، وتعادلات كانوا 5 تعادلات بالنسبه لمستر ريني فايلر، وقدر ان هو يحقق بطوله واحده حتى الان، والبطوله الثانيه في السكه اللي هي ان شاء الله بطوله الدوري، لكن هو كان حقق بطوله السوبر المصري بعد الفوز على نادي الزمالك بنتيجه 3-2 في مباراه كان فيها النادي الاهلي اداء ونتيجه رائعه بكل تاكيد. لكن خلينا نستعيد كده بعض الذكريات اللي كان فيه انتقادات كتيره جدا على مستر ريني فايلر لما النادي الاهلي اعلن، لكن واضح ان الرهان كان كسبان. الرهان كان كسبان من قبل لجنه تخطيط للكره ومن قبل مجلس اداره النادي الاهلي في الاصرار على التعاقد مع هذا المدرب. مش شرط ان انت تجيب سي في كبير قوي وده هو اللي ينجحك وكلام من ده، عملنا تجارب زي دي قبل كده كتير، كان ابرزها مستر مارتن يول وما نجحش مع النادي الاهلي، يعني جابك دوري وده عادي يعني مفيش مشكله. لكن فايلر مدرب عنده طموح وعنده اهداف حابب ان هو يحققها، وصغير في السن وعنده شخصيه ومشروع يقدر ان هو يحققه مع النادي الاهلي. فكانت من هنا النظره بتاعه المسؤولين في النادي الاهلي عشان يتعاقدوا مع هذا المدرب، وفي الحقيقه كان اختيار صائب. نتمنى له كل التوفيق خلال المرحله اللي جايه باذن الله. طيب خلينا نروح ل 123 كوره، حساب 123، واللي قال على الرغم من ضغط المباريات الكتير في الدوري المصري الا ان فرق الدوري المصري احرزت 29 هدفا في الدقائق الاخيره بلس 90، غيرت من نتائج المباريات منها 11 هدفا في شهر اغسطس بس. الاهلي طبعا هو المتفرد دائما في الاهداف اللي بتيجي في الدقيقه ما بعد الدقيقه 90، يعني الاهلي احرز 7 اهداف في بلس 90، والمقاولين 4 والمصري 3. احنا متعودين دايما كده من النادي الاهلي بتلعب لغايه اخر ثانيه لغايه اخر لحظه، تقدر تحسم مباراه تقدر تزود عدد الاهداف بالنسبه لك، وده اللي حصل وبيحصل دايما من قبل النادي الاهلي ولاعبيه على مدار التاريخ يعني بالمناسبه. خلينا نروح لجزئيه اخرى وهي خاصه بحساب سوبر كوره، واللي قال عمرو السوليه يغيب عن الاهلي 15 يوما بعد اصابته بتمزق في العضله الاماميه. عمرو السوليه طبعا هو الخساره الوحيده اللي خسرها النادي الاهلي في المباراه السابقه امام فريق المصري البورسعيدي، واتصاب بمزق في العضله الاماميه في منتصف الشوط الاول او ما قبل انتهاء الشوط الاول بقليل،
فبالتالي يعني الناس قلقت لانه هو احد اللاعبين البارزين ويعتبر من ابرز لاعبي النادي الاهلي على مدار فتره كبيره جدا عمرو السوليه، لعيب ممتاز وشخصيه ممتازه في الحقيقه. فللاسف الغياب هيتراوح ما بين 15 و20 يوم، مش 15 يوم بس يعني، ممكن يمتد ل 20 يوم. طيب هنا السؤال، هل عمرو السوليه يلحق مباراه الوداد اللي مقرر ليها يوم 26 سبتمبر؟ النسب كبيره جدا باذن الله تعالى انه يلحق هذه المباراه عمرو السوليه، لان احنا لو افترضنا ان 20 يوم في فتره الغياب، فانت النهارده 31 اغسطس، فقدامك 20 يوم يعني ممكن يرجع على 20 سبتمبر، فقدامك اسبوع يقدر باذن الله ويا رب يلحق يرجع قبل ال 20 كمان عشان يبقى جاهز 100% لمباراه الوداد يوم 26. عندنا طبعا حتى لو هو مش جاهز عندنا عناصر مميزه جدا في المركز ده تحديدا، فان شاء الله باذن الله برضه عمرو السوليه يكون موجود لانه هيكون اضافه بالنسبه للفريق. طيب قبل ما